حاجه دلوقتي في الدنيا، في حاجه دلوقتي في الدنيا اسمها انيمال كوميونيكيتور. انيمال حيوان، كوميونيكيتور واحد بيتواصل معاه، يعني المتواصلين مع الحيوانات. وبيقولوا يعني والله اعلم ان هم بيكلموا الحيوانات. دي حاجه موجوده بره، يعني ناس في استراليا، ناس في اوروبا، ناس في امريكا، وكنا نسمع ونشوف زي يعني افلام وثائقيه وتقارير اخباريه عن الناس او هذه الفئه من البشر اللي بتتدرب ويبقى عندها يعني موهبه ما ان هي تتخاطب او تتواصل مع الحيوانات. لحد ما عرفنا انه في شابه مصريه قررت ان هي تبقى انيمال كوميونيكيتور او متواصله مع الحيوانات، يعني واحده بتتكلم مع الحيوانات. طبعا تكلم ده حاجه مجازيه، انما يعني بتعرف تتعامل معاهم من غير تدريب، حتى لو كانوا الحيوانات دول مش حيواناتها هي الاليفه، يعني اي حيوان معدي ممكن تتواصل معاه. خلينا نشوف ميرال درع اول مصريه تتدرب وتقول انا انيمال كوميونيكيتور، انا بتخاطب مع الحيوانات. ايه اخبارهم؟ I miss them too. أنا animal communicator، و animal communication is إنه إزاي تعمل تخاطب مع الحيوانات، تسألهم أسئلة ويجي لك إجابات عشان تتأكد إن هو محلتهم كويسة. والنهاردة هنا عشان بيجو، دي مش أول سيشن أعملها معاها، أنا جيت هنا قبل كده عملت معاها سيشن ودي تاني مرة. الكوميونيكيشن مهم جدا اللي كلاينت بيعمله بعد ما امشي، لان انا لو انا قلت لهم ان هي مثلا زعلانه او محتاجه اهتمام ومحدش اهتم هيفضل نفس بتاع. بس هي فيري وان اوف الحاجات الكويسه ان خدت الموضوع بجد وابتدت تقضي معاها وقت اكتر وابتدت تهتم بيها اكتر هي والعيله كلها. فبيري بعتت لي بعد 6 ايام صوره ليها شايلاها على ايديها وطلعها بره القفص، وده كان انجاز. هي بتقول ان 8 سنين فاتوا ما قدرتش تعمل كده، وابتدت تكلمها اكتر وتقضي معاها وقت اكتر. وبعدها ب 10 ايام بعتت لي صور ثانيه ان هي بتحميها بره القفص، وان بيجو اكتر كانت بتتمشى في البيت وعندهم قطه ثانيه سوسو كانت بتتعرف على سوسو ولها صور على السجاده وكده. اولا احنا بنحب الحيوانات قوي، ومن ناحيه تانية احنا مش مصدقين. انت لو قلتي لاي حد في حد بيتكلم مع الحيوانات هيقول لك انت مجنونه، بس لما ميرال جت احنا حسينا ان الموضوع موضوع هي قادره تفهم فايبز او انرجي. احنا مش هنخسر حاجه لو عملنا الحاجات اللي هي وصلتها لنا. لاحظت ان هي قالت حاجات محدده قوي مش ممكن حد يكون بيقولها وخلاص، يعني هي قالت حاجات هي بتحبها، احنا عارفين ان هي بتحبها وناس بتجيلنا البيت وكده. معرفش يعني احنا هنسالها، بس انا طبعا نظريا اتفرجت على حاجات كتير على الانيمال كوميونيكيتور، بس دايما كان داخلي تشكك يعني، وانا اعرف منين يعني لو هي بتقول مثلا القطه دي بتفكر في كذا او الكلب ده، اعرف منين انا؟ ما هو انا ما عنديش دليل، الكلب او القطه مش هيقولوا لي لا كلامها مش مظبوط. انما مش هننكر ان دي حاجه موجوده في الدنيا والناس بتتعامل معاها يعني ومتعايشه بيها. واصبح عندنا واحده مصريه بتقول ان هي بتكوميونيكيت او بتتواصل مع الحيوانات. خلينا نسالها ونتعرف عليها. ميرال درع، اهلا يا ميرال. اهلا 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 اهلا. والاستاذ اسمه ايه؟ بيتسي. اهلا يا بيتسي. بيتسي مذعوره ولا ما يعني؟ يعني هي لسه بتحاول تفهم ايه اللي بيحصل. اهلا يا بيتسي. دي نوعها ايه؟ مش بفهمش. هي ميكس بين بودل وبكينيز، هي ميكس. مش البودل دول بيقولوا اذكياء قوي صح؟ ما سمعت انه البريد ده او الاستراليا دي ذكيه جدا. بيتسي وانت ميرال بتكلمك يا بيتسي. ايه بقى موضوع الانيمال كوميونيكيتنج؟
الموضوع نفسه عباره عن ايه ولا انت دخلتيه ازاي وبعد كده نشوف بيحصل ولا لا؟ اوكي انا دخلته ازاي. انا كنت في يوم من الايام قاعده كده اونلاين زي بيت خلق الله وبدور بتفرج على حاجات وكده، لقيت حاجه حد بيتكلم على انيمال كوميونيكيشن وان هي بتعمل انيمال كوميونيكيشن طبعا اللي هو نعم هو في كده في الدنيا اصلا يعني ده كان رياكشن الاولاني بتاعي. وبعدين قعدت ادور كتير قوي لقيت لا ده في كتير قوي، وفي يعني مره وانا بدور كان في على حاجه لها علاقه بانيمال كوميونيكيشن كان في 6,990,000 لينك على جوجل. فلقيت الموضوع كبير ولقيته في كل حته في العالم ولو تريننج بتروحي تعمليه بس. فقعدت ادور بقى مين الكويس لان لقيت ناس كتير بتدرس، فقعدت ادور مين الكويس وكده وسافرت وعملت الدراسه بتاعته. وطبعا رايحه كنت متشككه يعني مش عارفه وات تو اكسبكت كده اللي هو ده بجد يا جماعه ولا يعني انت كلمتوه قلت لهم هنا في مصر انا مسافره اتعلم اتكلم مع الحيوانات؟ لا طبعا ما قلتش لحد حاجه ما هو يعني لا ما قلتش لحد حاجه قلت الاثنين ثلاثه من القريبين قوي من اصحابي ما يعني الحقيقه ما جرؤتش اقول للباقي ولان انا كمان ما كنتش عارفه لما اسافر ايه اللي هيحصل. يعني انا كنت بعد ما اتفرجت على حاجات كتير مصدقه ان اللي بتدرس دي بتعرف تعمل كده، بس هل انا هعرف اعمل كده؟ وده كان السؤال الكبير بالنسبه لي يعني بس. فسافرت وخدت الحاجات دي. فين بقى دربتي؟ فين؟ في انجلترا. في انجلترا ولقيت الموضوع بجد بقى وبيحصل بجد. ازاي يا ميرال؟ معلش بصي انا يعني انا مش بسخر الموضوع بس يعني كمان زي ما بقول مفيش دليل يعني الحقيقه انه في جزء من الموضوع طب انا اعرف منين ان انت بتعملي كده؟ يعني ما انت ممكن تيجي تقولي لي انا عملت كوميونيكيشن مع كلب وبيقول لك كذا 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 وتقول لي في قصه واقول لك بيساليه يعني ما هعرف منين. الحاجه الوحيده اللي بتخلي الناس تصدق انه كتير بيجي لي من مثلا 80-90% من الناس اللي بتعامل معاهم لما بحكي لهم قصه ان هو زعلان من كذا 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 وحاجات محدده مش حاجات اللي هي ممكن تمشي على اي حد يعني بيبقى عندهم النص التاني من القصه. يعني هي مثلا القطه زعلانه عشان انتوا سبتوها وهي صغيره وبتعي فالاقي البنت والله اصل يوميها حصل وابتدي يعني وهي القطه قالت لك يا ميرال في انا ميرال انا مش عايزه ايه مش عايزه انه يبان ان احنا يعني على الطرفين خليني افهم اكتر أوكي. يعني ازاي يعني بتكلميه بايه ولا بتقعدوا الموضوع كله مبني على حاجه اسمها تيليباثي اللي هي التخاطر التخاطر عن بعد احنا عارف التخاطر ده ما بين البشر ما هو هي الفكره كلها في التخاطر ايه احنا لما بنيجي نتكلم العادي صوت عادي ايه اللي بيحصل في ويفز بتطلع موجات بالظبط بتسافر بتوصل لك فانت بتسمعي صوتي لما بتفكري فكره نفس الحاجه بتحصل في موجات بتتخلق وبتروح المكان كل الموضوع عشان احنا بنتكلم ما بقيناش محتاجين نبعت الموجات دي حته فما بنستعملهاش بس لو اتعلمتي ان ازاي توجهي الفكره اللي في دماغك للكائن هي دي طريقه التلافسي وهم الحيوانات كلهم بيتعاملوا بالطريقه دي. يعني انت المفروض يعني اديني كده مثال او نموذج لو انت عايزه تقولي حاجه لحيوان هتقوليها له ازاي وهو لا هيرد عليك ازاي؟ هو كلها افكار في الدماغ يعني انا ببعت السؤال اللي انا عايزاه من خلال دماغي بس ببعتها بتكنيك معين اللي هو التلافسي عشان يوصل لدماغه وبستنى بعد ما ببعتها بستنى انه الرد يجي. هي القصه كلها في التكنيك فلو حد مش عارف التفاصيل التكنيك بيبقى صعب يعني صعب انا فاهمه انه مش سهل يتفهم. هما بيبعتوا ازاي؟ بيبعتوا رسائل عن طريق الصور او عن طريق كلها بشوفها في دماغي مش بشوفها ساعات بيعملوا حركات كده بتحسسك بحاجه بس بتبقى اكترها كلها في الدماغ. طيب يعني قولي لي نموذج مثال مثلا مع حيوان تعاملتي معاه وقال لك ايه وقلتي له ايه؟ نموذج لحيوان تعاملت معاه قال لي ايه وقلت له ايه؟ يعني القصه اللي بفتكرها كتير انه كان في حد بيقول لي ان عندهم كلب والكلب ده لطيف قوي مع كل الناس ولطيف جدا حتى مع الحد اللي عندهم حد بيساعد في البيت لطيف جدا معاها بس معاها بيهزر هزار تقيل يعني اللي هو ممكن يشد لها الجلابيه يقطع منها حته في حاجه يعني في حته كده زياده معاها عنف شويه مش ما كانتش عنف هم قالوا ان هي مش عنيف بس في حته هم ملاحظين ان معاها بالذات حاجه زياده مش قادرين يعرفوا ليه. فلما عملت التواصل مع الكلب اللي اتقال انه
انه الست دي بتاخد حاجات صغيره من المطبخ، مش حاجات كبيره، حاجات صغيره زي شويه سكر زي مش عارفه ايه، وهو اكنه بيقول لها انا عارف ان ده بيحصل. لما حكيت كده لاصحاب البيت، صاحبه البيت قالت لي انا شيرين انت قعدتي مع الكلب. ايوه قعدتي مع الكلب حصل. وركزتي قوي 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 وعملتي عارفه اداء كده فضائي وركزتي معاه عشان وعينك في عينه اكيد، ولا مش لازم عينك في عينه؟ لازم تعملي كونكشن الاول، مش لازم طول الوقت، بس في مهم كونكشن الاول عشان تقولي له. ما شاورتلوش على الست ولا اي حاجه، انت منك له. فراح هو بقى عمل ايه او انت يعني شفتي ايه ففهمتي انه الست دي هو فائس؟ ان بيبعت فيجوال انه وهي بتاخد حاجه من المطبخ، حاجه صغيره من المطبخ. لما حكيت الحكايه دي للناس اللي الست ردت عليا قالت لي انا مره وهي نازله مروحه الشنطه وقعت من على كتافها فبعدلها لها فوقع منها كان سودا. فقالت لي فانا عارفه انه في حاجات فعلا. ولما بيبقى في كونفرميشن من عندهم، اصل انا اشمعنى الست دي اللي هقول عليها كده يعني. طب معلش، انت تخصصك بس تخاطب ولا بتعملي تدريب للحيوانات؟ ما يمكن. لا ما بعملش تدريب، هو بس التخاطب. انا عارفه الموضوع شكله عجيب جدا. وانا مش مستغربه، لانه انا كمان اول ما سمعت عنه اللي هو ايه ده بجد، هو في حاجه اسمها كده يعني؟ ده كان يعني انا يعني اخر اعتقاداتي ممكن انه في ناس بيبقى عندهم القدره انه الحيوانات بتقرب منهم. الحيوانات يعني هتلاقي وسط ناس كتيره جدا، ممكن شخص بعينه واحد او واحده تلاقي القطط راحت لها، الكلب حاسس بالفه، يعني في بني ادمين عندهم الخاصيه دي. فانا قادره افهم انه في ناس الحيوانات بتثق فيهم بسرعه وتقرب لهم بسرعه وما بتعملش تكليف. ده اخري. انما انه يبقى في كلام وبتاع، يعني دي بالنسبه لي مش عندك انت بس، حتى لما كنت بشوفها بره بحس انه في انه اوفر شويه. اوكي، ما هي يعني انا معاكي ان هي شويه تخض وشويه مش يعني مش متخيلينها او مش متعودين عليها. وانا يعني انا بقول ان انا اول ما شفت اصلا ان في حاجه اسمها كده اللي هو ايه ده، هو في حاجه اصلا اسمها كده؟ بس لما لقيت انه اولا انه ناس كتير جدا دي شغلانه، يعني في شغلانه بره اسمها انيمال كوميونيكيتور، فدي حاجه معروفه ولها تريننج وكده، دي اول حاجه خلتني اوكي طب انا ممكن افهم اكتر. الحاجه الثانيه انه زي ما بقول حضرتك انه لما بتحكي لحد القصة وهما بيكملوا لك القصة، ده اللي بيأكد لهم ان في حاجة بتحصل. ما انا ممكن فعلا أألف قصة يعني واقول له على فكرة بقى في كذا وبسأله. بس دايما يعني ساعات حتى بيعلقوا على ناس في البيت، فلان ده بخيل، فلان ده مش عارفة جامد او كده، ما بيلعبش معايا. لما بقول لهم كده الكلاينت بيأكد والله فعلا دي حقيقة، وانا لا عمري شفت فلان ده ولا اعرفه. لا وكل الحيوانات واحد يعني؟ الطيور والزواحف وذوات الاربع مع كله زي بعض؟ لانه طب هسألك سؤال تاني. اتفضلي. سؤال يعني له علاقة بالمنطق العام. إذا كان كل الحيوانات دي مش على نفس الدرجة من الذكاء، لأنه في مقياس لذكاء كل حيوان. حتى أنا أول ما قلت لي إن هو في من ال بودل، قلت لي البودل والبكنيز. حتى لما قلت لي البودل أنا عارفة إنه في تصنيف الكلاب البودل ده من أعلى الكلاب ذكاء، عشان كده حتى بيستخدموه في السيرك. وفي حيوان مثلا زي القرد عنده ذكاء أعلى مثلا من السلحفة. فازاي كلهم مش كل الحيوانات نفس مستوى الذكاء وكلهم بيعملوا كوميونيكيتنج مع الانيمال كوميونيكيتور ايا كان يعني؟ ما هي دي برضو سؤال. الـ الحاجات اللي فيها تدريب على اللي هو البيهيفير او السلوك دي كل حيوان مختلف. يعني الكلب لما بيهز ديله له معنى، القطه لما مش عارفه بتعمل ايه لها كذا، فالسلوك كل حيوان مختلف. بس علشان قصه التلابسي دي كلها يعني كلها عن طريق الطاقه، فعشان كده كلهم واحد. هي ملهاش علاقه قوي بالذكاء، هي طريقه تعبير، طريقه كوميونيكيشن، طريقه تواصل. فهو ذكي او مش ذكي مش يعني ملهاش دعوه. اكشلي اللي انا شفته انه فيهم كاركترز، يعني في منهم عاملين زي البني ادمين، يعني مش كل الكلاب حاجه واحده. في كلب تقيل قوي وما يعني مبقاش عايز اصلا يبص لك، وكلب تاني يبقى عايز يتواصل. فهم فيهم كاركترز اكتر منهم يعني الحاجه ام الاختراع. يعني لو حد محتاجها، يعني معظم الناس اللي قابلتهم عندهم حيوانات اول كلمه بسمعها منهم دايما ده انا طول عمري ببص له واقول بس لو تتكلم
فعندهم احتياج لده، فعندهم استعداد يجربوا، فبالتالي بعد ما بيعدوا بالاكسبيرينس لهم الحق انهم يحكموا عليها. يعني صعب نحكم على حاجه من غير ما نخش الاكسبيرينس نفسها. ف واللي انا شفته انه ان يعني الحمد لله الناس الفيدباك بتاعها بيبقى حلو جدا، وسبيشلي زي ما بقول لحضرتك ان انا بقول لهم حاجات هم ما حكوهاليش، فبيروحوا قايلين لاصحابهم وصاحباتهم. فاي ثينك انه هي في الاخر حاجه لازم اولا تبقى محتاجها، ثانيا لما تبقى محتاجها تبقى يعني عندك اللي هو طب اوكي انا محتاجها ممكن اجرب على الاقل. اكيد في فئه او طبقه ممكن تكون دي واحده من اولوياتها، بس اكتر الناس اللي نعرفهم اولوياتهم ان هم يعملوا كوميونيكيشن او تليباثي مع اولادهم، يقولوا لو انا لو اعرف انت دماغك فيها ايه انت، او مع جوزها لو بس نتواصل لو اي حاجه. الناس اللي اعرفهم بتوع الانيمال كوميونيكيشن دول، ميرال ربنا يوفقك. ميرسي جدا. واكيد في حاجة إلى أي مدى هي جادة، إلى أي مدى هي صادقة، إلى أي مدى هي دايماً كل فعالة أو نافعة. كل أي حاجة جديدة عليها question mark. يعني أهم حاجة إنه بيتسي شرفتنا النهاردة. يس. وغيرت جو. فسحت. يعني زي ما بقول يعني يعني ما فيش أي دليل، بس خلينا نقول إنه زي ما التقليعة دي أو الحاجة دي موجودة برا، واضح ان هي بقت موجوده عندنا. ويا بخت يا بخت حيواناتك يا مصر. يلا يا بيتسي.